السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. احنا اليوم في آخر حلقة إن شاء الله في هذا الكورس، أوكي؟ في عنا فانكشن واحد نسيناه، بس خلينا نسويه قبل ما نساوي النقطة في هذا الكورس، أوكي؟ لو إجينا على الكود تبعنا، لو إجينا على الويب، في عنا حاجة احنا نسينا نضيفها اللي هي الـ contact us، أوكي؟ طبعا احنا هناخد الراوت تبع البوست، أوكي؟ اللي هو الـ contact us. لو يجينا على الـ API هنحطه مع اللي هي الـ routes الـ general، أوكي؟ هنسوي له paste، أوكي؟ وهنقول له هنا طبعاً نسكر الـ post، هنا هنحكي له general controller ونضيف الـ route هذا الـ contact us عنا في الـ do contact في الـ controller، أوكي؟ هنروح على الـ index في عنا الـ do contact. ناخذ هذا كوبي، اوكي. هنروح على الجنرال كنترولر، هنضيفه اخر البيج، اوكي. نسوي له اوكي. طبعا في عندي دو كونتاكت هيكون عباره عن بوست، هياخذ ريكويست، في عندي النيم، الايميل، الموبايل نالبل، اوكي، بس انه يكون نمريك. التايتل عندنا المسج. طبعا اذا كان في عندي خطا معناته انه يرجع لي الريسبونس، اوكي، جيسون، ونعطي له هنا الريد اللي هي اول واحده الايرورز، اوكي، نقول له ثرو بما انه في ايرور، اوكي. الفيلد الثاني اللي هو عباره عن المسج اللي هي الـ validation error، اوكي. نسكر كيرل براكت ونعطي له هنا، نمسح with input ونعطي له هنا الكود 200، اوكي. عندي الداتا اللي انا بستخدمها اللي هي النيم، الايميل، الموبايل، التايتل، المسج، يسوي لي contact create وبعدها يرجع لي الريسبونس. هناخذ هذا كوبي نسوي له paste. هنا اول حاجه عندنا الـ errors false، اوكي، وفي عندنا المسج اللي هي مسج سنت سكسسفولي، اوكي. نسوي ديليت للريتيرن هذا، هيك احنا خلصنا. خلينا نجربها في البوستمان. هناخذ التو كونتاكت اللي هي الكونتاكت اس، كوبي، نروح على البوستمان. عندنا الجنرال اي بي اي، مثلا هنسوي بوست للكومنت هذه، نسوي لها دوبليكيت، نقول له رينيم اللي هي عبارة عن الدو كونتاكت اس، اوكي. نفتح اليورل، نقول له هنا API كونتاكت اس، اوكي. عندنا الهيدر، كونتنت تايب، الاكسبت، الريكوستد ويذ، عندنا البادي. طبعا عندنا البادي اللي هو النيم، الايميل، نيم، ايميل، الموبايل، التايتل، المسج، موبايل، نيم، ايميل، موبايل، التايتل، وعندنا المسج. نيجي نعبر بيانات هنا، مثلا هنا سامي منصور، عندي الايميل مثلا سامي at لوجي، تيست، اوكي. عندي الموبايل هنا مثلا يكون 10 ارقام، هو نسوي له رقم عشوائي، اوكي. عندي التايتل this is contact اس تايتل، ناخذ هذا الكوبي نقول له مسج، اوكي. نسوي له سنت، تمام. عندي ايرورز فولس والمسج سنت سكسسفولي. نسوي له سيف ونسكر البوستمان. نرجع على الداتابيز، جعل الداتابيز عندي على الكونتاكت اس،
عندي هنا سامي منصور وسميات بلوجي نفس الرقم اللي كتبته. This is contact us title, this is contact message. الستاتوس تبعته صفر. فمعناته هيك احنا كملنا الـ API. الشغلة الأخيرة اللي ضايلة عنا هنا في الـ API انه انا كيف بدي اسوي publish. طبعا في عنا هنا خدمة من البوستمان. اوكي لو سوينا على السهم هذا سوينا له شير. طبعا قبل ما نسوي شير في عنا شوية نقاط لازم ننتبه لها. اول حاجة احنا كل اليو ار ال تبعتنا اللي هي عبارة عن تيست اوكي هذه هنفتح كل واحد منهم ونخليها دوت كوم او الدومين تبعنا اوكي نعدل الدومين. هذه اول حاجة. الشغلة الثانية المهمة جدا 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 اوكي انه في عنا مثلا في الاوثرايزيشن اللي هو اليوزرز اوكي الهيدرز عندنا الاوثرايزيشن هذه جميع الاكواد هذه تنحذف اوكي قبل ما تسوي اي ببلش تخلي كلمه بيرر وتخلي بدالها كلمه الكود اوكي او الاكسس توكن نكتب له هنا مثلا اكسس توكن بالكابيتال عشان نوضحها اوكي ونسوي سيف. في جميع الصفحات هذه الاي بي اي اللي احنا سويناها نسوي هذه الحركه اوكي تمام. بعد ما نخلص طبعا عندي هنا blogi.test اوكي هنعدل الدومين وطبعا ما ننسى في كل يو ار ال في عندنا ديتيلز خلينا نكتبه من هنا اسهل لنا تمام. هذه الشغله لا ننساها. لو ضغطنا على السهم هنا تطلع لنا القائمه هذه اوكي في عندنا General API والAuthentication API اوكي في عندنا هنا الاد ديسكريبشن اذا بدنا نضيف ديسكريبشن لكامل الموقع تبعنا اوكي. طيب في عندنا هنا الفيو ان ويب وفي عندنا الثلاث نقاط هذه في من ضمنها اللي هي الاكسبورت او الببلش دوكيومنتس دوتس اوكي. لو سوينا على الببلش دوتس اوكي هيفتح لنا صفحه ويب. هنا عندنا شوية إعدادات بدنا نسويهم أوكي مثلا عندنا الكوليكشن فيرجن هنا نختار لنا اللي هي الكرنت أوكي في عندنا الانفايرمنت نو انفايرمنت في عندي هنا الـ URL طبعا this feature only available for paid plans يعني أنت لازم تكون مشترك في أحد البلانز تبعتهم أوكي. طيب في عندنا الستايلينج طبعا لاحظ إنه هنا الستايلينج عندنا هنا اللايت جراي اللي هو الرمادي الخفيف في عندنا هنا الرمادي الغامق لو سوينا سنجل كولوم راح يحذف لنا اياه ويخلي لنا اياه حقلين تو كولومز اوكي او عمودين. لو سوينا دبل كولوم هيسوي لنا هنا اللي هو الديسكريبشن وهنا عباره عن الكود اللي راح يقراه الديفلوبر. هنا بتقدر انك تعدل الالوان اوكي مثلا هذه لو شفناها اد بوست مان تمبلت هنا مثلا ببلش از ماي سي ان اس تحط اللوجو تبعك تحط التمبلت نيم اللي هو ايش اسم الموقع التمبلت سمري اختصار عن التمبلت في عندك ديسكريبشن برضو نفس الشيء اوكي. طبعا خلينا نشوف اللي هو ليبل. طيب اوكي خلينا نساوي عندنا هنا الـ URL اوكي نفس الوضع في عندنا هنا الـ Preview Documentation لو سوينا Preview هيتفتح لي صفحة مستقلة انه كيف شكل الـ Documentation هيصير اوكي. في عندنا هنا الـ Environment طبعا No Environment في عندنا هنا الـ Double Column والـ Single Column لو سوينا Single Column راح يغير لي الشكل اللي يصير عمودين عندي اوكي وهيصير كل واحدة Description وتحتيها كيفية الاستخدام. لو سوينا دبل كولوم هيطلع لي هنا الديسكريبشن وهنا الاكواد اوكي تمام. في عندك اللانجوج ايش اللانجوج اللي انت حابب انك تعرضها هنا اوكي. فمثلا احنا عاده بنسويها اللي هي سي ار ال سي ار ال لانه هذه الميثود هذه معتمده في جميع لغات البرمجه الكل لازم انه يعرف بهذا النظام اوكي. عندك يعني CRL ممكن انك انت تسويها مثلا للجو للغة جو او لغة سي شارب او HTTP مثلا اوكي. لكن غالبا طبعا في عندك كثير من الانواع لكن غالبا الكل بيستخدم اللي هو CRL لانه شامل لكل اللغات اوكي.
هيك هيطلع عندنا الشكل. طبعا بامكانك انك انت تعدل الديسكريبشن لكل اي بي اي اوكي، وتعدل النيم تبعتها حسب رغبتك اوكي. طبعا في عندك هنا الترتيب تبعنا اللي قبل شويه اللي كنا شغالين عليه، عندنا هنا اليوزر، عندنا جميع هذه الاي بي اي. مثلا لو جينا هنا هيطلع لي الباتش ايديت يوزر كيف طريقه استخدامه اوكي. طبعا مثل ما حكينا نشيل جميع البيانات تبعتنا اللي هي صحيحه اوكي، ونشيل اللي هو الاي بي اي توكن، البيرال توكن، الاكسس توكن اوكي. بعد ما نخلص نختار العمليات تبعتنا، بعدها بنسوي ببلش كولكشن. طبعا هنا بيحكي لك completing this step will make your collection available at a public URL، يعني راح يعطي لك domain URL public، يعني اي واحد بيقدر انه يدخل على الموقع بيقدر انه هو يشوف هذا الدوكيومنتيشن اوكي. طبعا انا ما راح اسوي ببلش كولكشن، لكن اذا انت حابب انك تكمل هتضغط على الببلش وتكمل الخطوات تبعتها. هيك انتهى الكورس تبعنا، الحمد لله رب العالمين، نشوفكم في الكورس الجاي ويعطيكم العافية. إذا كنت أول مرة تشوف القناة لا تنسى تشترك في القناة والإعجاب ومشاركة القناة، ودعوة في ظهر الغيب ويعطيكم العافية.